رشاد لي كلمة حول استعدادات فريق الرجاء البيضاوي لمقابلة الديربي. كنستعدوا لكي اي مباراه، اي مباراه عندنا الاهميه ديالها. كنعرفوا 3 نقاط كتكون ثمينه الا بغينا نبقاو دائما متصدرين ونبقاو غادي في المسار لتحقيق الهدف ديالنا هو اللقب هذا الموسم، لان كنعرفوا اللقب هذا استثنائي كيخولك باش تلعب كاس العالم، لا سيما في تشاركنا فيها. وكنتمناو ان شاء الله باش نكونوا عاوتاني لثاني خطره اول فريق مغربي كيشارك فيها، وغادي تكون في المملكه ديالنا. اذا كنظن مباراه ديال الديربي مباراه عندها خصوصيات ديالها، عندنا من التجربه اللاعبين ديالنا عندهم تجربه في هذا النوع ديال المباريات اللي كيكون فيهم ضغط اعلامي وجماهيري وضغط النتيجه. كنظن كنستعدوا بهدوء وحنا في واحد الثقه كبيره وواجدين احوالنا الحمد لله بشكل جيد. كنظن نتمنى ان شاء الله نحققوا نتيجه وناكدوا النتيجه ديال كاس العرش ان شاء الله ونفرحوا الجماهير ديالنا. السي مصطفى، الكل شيء كيتحدث على استدعاء 6 لاعبين للمنتخب الوطني، ومع الاستعدادات اللي جات في المقابله غادي تكون كنظن يوم الاربعاء وغادي يطلقوا اللعابه نهار الخميس، دونك الجمعه السبت الاحد كاين الماتش. واش هذا الشيء غياثر على التركيبه البشريه ديال فريق الرجاء البيضاوي والمعسكر اللي غادي يتاخذوا وداك الشيء قبل الماتش؟ واول حاجه شيء كيفرح الاسره ديال الرجاء عامه بان 6 لاعبين في المنتخب الوطني ماشي بالسهل، لان هذا كيعني بان هناك عمل وبان اللاعبين ديالنا كيقدموا احسن العطاءات، يعني ماشي بالسهل باش تكون في المنتخب. هذا كيشرفنا من جهه، فكنظن ما كاين حتى شي مشكل لان هذا واجب وطني. وحنا اللاعبين لعبوا كثير وكاين واحد الانسجام حاصل بيناتهم، وكنظن يوم الخميس غادي يمكن اللاعبين يحضروا التدارب، وعندنا 3 ايام فهي كافيه ان شاء الله باش لترتيب امورنا للطريقه اللي يمكن لنا نلعبوا بها ضد الوداد ان شاء الله. السي مصطفى، شنو ما واش الحاله ديال ياسين الصالحي وعادي الشادلي، واش هي في تحسن؟ واش هما بامكانهم يشاركوا في الديربي؟ كنظن الحمد لله هاد اللاعبين كانوا مصابين وخلدوا شويه الراحه، والان راجعين تدريجيا، وكنظن انهم راهم دابا في التدارب، وكيبقى المدرب انا كيشوف الشاكله ديالو على حساب المردوديه ديال اللعب ولا الطريقه اللي لعبوا مع المهم لحد الان. فكنظن متولي هو اللاعب اللي غادي يكون ما واجدش في الديربي، اما كل اللاعبين على استعداد، وكتبقى التدريب والطريقه اللي يلعب بها المدرب محمد فاخر هي اللي غادي تخرج لي 11 اللي يمكن يلعبوا اللي غادي يكونوا في بنك الاحتياط، اللي يكونوا مستعدين لاي لحظه يشاركوا في المباراه ويزيدوا داك لو بليس للفريق. سي مصطفى، كنظن عندك واحد الرساله غتوجهها للجمهور ديال الرجاء عامه، واحد الرساله غتوجهها للشعب الرجاء. كنظن جمهور الرجاء كتجمعني معاه واحد يعني اشياء جميله صراحه، عشت اشياء جميله في نادي الرجاء، والربح الكبير ديالي انا بالمسار اللي كان مليء بالالقاب هو ديك الفرحه اللي غابت عليا وعاودت عشتها في كاس العرش في مدينه الرباط. يعني رجعت شويه للوراء، ولكن كاطار شيء جميل ملي كتشوف جماهير الرجاء كتفرح. فكنظن الرساله ديال النادي بان ناديك بخير في يد امنه، لا اداريا لا تقنيا، الناس كتخدم وعارفه اللي عاتق عليها وعارفين المسؤوليه اللي عاتق عليها تجاه الجماهير، ساندونا كونوا في جنبنا، فاكيد اننا غنخليكم دائما فرحانين. سي مصطفى.